أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ينقل عنه أنه في أيام شبابه كان قد ذهب مع أحد زملائه إلى مسجد الكوفة، حان وقت الغداء، زميله ما كان عنده شيء من المال. الشيخ كان عنده مبلغ يكفي لشراء قرص واحد من الخبز، أعطاه لزميله ليشتري خبزا ويقتسمون ذلك بينهما. ذهب الزميل، عاد ومعه قرص خبز وفوقه شيء من الدبس، دبس الرمان. الشيخ سأل هذا الدبس من أين؟ المبلغ كان يكفي لشراء خبز. قال رأيت الخبز وحده لا يكفي، فاقترضت منه مقدارا من الدبس بما يعادل كما ينقل فلسا في ذلك الوقت. الشيخ أبدأ انزعاجه، هنا مسجد الكوفة، نحن نعيش في النجف، في الأسبوع مرة في الأسبوعين مرة نأتي، نبقى مديونين لهذا الشخص إلى أسبوع لأجل الباطن؟ قال لا بس، إن شاء الله نعود نعطيه. قال أنا لا أكل، أنا أكل من أطراف الخبز الحاشية غير الملطخ بالدبس. قال أحسن، وسط الخبز عادة أطيب ومع الدبس. أكل الشيخ من أطراف الخبز غير الملطخ بالدبس. القرض ليس محرما، ولكن أن يقترض الإنسان لشيء لا يسوى. هذا العمل، هذه النفسية، لسنا بصدد هذا العمل بالذات، هذا الحسن الفاعلي، النفس الطيبة، النفس الزاهدة،
وغيرها من الصفات وغيره، غير هذا العمل من بقية الأعمال، هذه اجتمعت صنعت شخصا اسمه الشيخ مرتضى الأنصاري، يعتبر من نوادر تاريخ الفقهاء، فقيه قل نظيره في التاريخ. لو كان يأكل من ذلك الخبز مع الدبس ما كان قد صنع شيئا محرما، ولكن لا يأكل أيضا لا يصير شيء، لا ينقص منه شيء، دين لا يعرف أنه يموت قبل أن يؤديه أم لا، دين في أمر غير ضروري. هناك حديث شريف عن أبي هاشم الجعفري، هذا الثقة الجليل العظيم الشأن عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الذي تشرف بلقاء 5 من المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، كان من أصحاب الإمام الرضا، ثم الإمام الجواد، ثم الإمام الهادي، ثم الإمام العسكري، وشرفه الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام بلقاء بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أبو هاشم الجعفري ينقل هذا الحديث عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. في نفس الإنسان مجالات عديدة، في مخ الإنسان مجالات عديدة، أمور مختلفة. حب الإنسان يضرب به المثل تجاه أولاده، حبي لأولادي البشر الطبيعي، حبه لأولاده أعلى درجات الحب للبشر العاديين ممن حوله، على طبيعي حق. إذا أردنا أن نضرب مثلا في حق شخص عادي على شخص عادي، الحق يضرب بحق الوالدين المثل، لا يوجد حق مثل حق الوالدين في البشر العاديين. في المودة والرحمة الزوجة هي ضرب المثل، في الحرص على شخص الأخ يضرب به المثل، حرص الإنسان على شخص، الحب مجال ثاني، الحق مجال ثاني، المودة والرحمة مجال ثاني، حرصك على شخص الأخ يضرب به المثل في حرص الشخص على شخص آخر. الإنسان حريص على مصالح، على منفعة من؟ أخيه. الأخ يضرب به المثل. لعله أقول، والله العالم، لعله الآية المباركة التي عندما ذكرت فرار الإنسان في يوم القيامة من أقاربه، أول من ذكرت الأخ، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أول شخص الأخ. الإنسان حريص على أخيه أكبر درجات الحرص، على الأقل ما يضرب به المثل. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يشبه دينك بأخيك، كما أنك حريص على أخيك كن حريصا على دينك، كما أنك تحتاط في مصالح أخيك لا يكون يتوجه ضرر إليه، كن حريصا، كن محتاطا على دينك. أخوك دينك، يعني دينك أخوك، خبر مقدم مبتدأ مؤخر.
أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، احتياط. جادتان طريقان، طريق شائك طريق غير شائك، اذهب في الطريق غير الشائك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، طريق فيه شيء طريق آخر لا، اذهب إلى ذلك الطريق الثاني. الاحتياط ثم الاحتياط. سؤال: الاحتياط في الدين شيء محبوب لا شك، هل الاحتياط في الدين محبوب دائما؟ أم هناك استثناء أو استثناءات؟ نعم، الاحتياط في الدين محبوب دائما إلا توجد استثناءات. إحدى الموارد المستثنات من محبوبية الاحتياط، هنا الاحتياط غير محبوب، العمل الذي يكون منبعثا من الوساوس، عمل الوسواسي أو العمل الوسواسي، عمل الوسواسي أو العمل الوسواسي. هذا العمل شكله احتياط، اسمه احتياط، واقعه ليس احتياطا. هناك كلمة أكثر الناس، لعلي أقول تقريبا كل الناس، يقولون هذه الكلمة، كلمة غير صحيحة، تقريبا كل الناس يقولون الشيء الفلاني سهل فلنعمله. هذا المنطق منطق غلط أساساً، أنه الإنسان يعمل شيئاً لأنه سهل، الإنسان يعمل شيئاً لأنه صحيح، لأنه عمل في محله، لأنه سهل. هذا المنطق منطق غير صحيح. عندنا أربعة أشياء: سهل صحيح، صعب صحيح، سهل غلط، صعب غلط. سهل صحيح يعني ماذا؟ يعني مثلا عندما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وآله تصلي على رسول الله وأهل بيته، اللهم صل على محمد، عمل جدا سهل، جدا جدا سهل، وهو صحيح. ترفع صوتك بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، عمل جدا سهل وهو صحيح. غلط؟ لا، صحيح. بعض الناس عندهم مشكلة في الأوتار الصوتية، عندهم مشكلة في اللوز، لا يتمكن أن يرفع صوته. أنت الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة، أوتارك الصوتية ما فيها مشكلة، تتمكن أن ترفع صوتك، تسمع اسم النبي صلى الله عليه وآله، ارفع صوتك بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا عمل سهل صحيح في محله. عندنا عمل صعب صحيح. صعب صحيح يعني ماذا؟ مثلا مثل مثال واضح، الجهاد في سبيل الله جدا صعب، فيه سيوف، فيه طلقات، في هذا الزمن الجهاد في سبيل الله عمل صعب أم سهل؟ صعب، ولكنه صحيح، معتدي، اعتدى على بلدك، على مجتمعك، تجاهده في سبيل الله عز وجل، لله عز وجل، قربة إلى الله تعالى، عمل صعب أم سهل؟ صعب، ولكنه صحيح. سهل صحيح، صعب صحيح، سهل غلط. هذا الثالث، النقطة الأساسية التي يدخل الشيطان منها إلى قلب الإنسان، يصبح الإنسان وسواسيا. الوسوسة من أين تكون؟ بداية الوسوسة
من السهل الغلط. غسل يده مرة خلص يده كانت نجسة مثلا، غسل يده، مرة ثانية أغسل يدي فيه مشكلة؟ لا، شغل الثواني، سهل. لأجل أنه سهل يغسل يده مرة ثانية. هذا المنطق غلط. سهل أو غير سهل؟ غسلك ليدك مرة ثانية لثواني فقط، عمل ثواني، خمس ثواني يأخذ يده تحت الماء لمرة ثانية، لمرة ثانية من دون سبب شرعي، هذا غلط سهل. من هنا يدخل الشيطان الوسواسي. أول يوم لا يصبح وسواسيا، خطوة خطوة يبدأ الشيطان معه، هذا العمل سهل اعمله. هذا المنطق غلط، سهل اعمله، ما عندي أنا، أنا عندي شيء مرضي لله عز وجل أعمله، غير مرضي لا أعمله، سهل أو صعب. وإذا دخل من السهل الغلط لا يبقى عند السهل، بعد فترة سيوقعك الشيطان في صعوبة بالغة. أول يوم تغسل يدك مرة ثانية من دون سبب شرعي، بعد فترة ستغسل يدك 20 مرة، بعد فترة ستغسل يدك 50 مرة، بعد فترة ستغسل يدك ساعة كاملة لإزالة شيء من النجاسة العادية. الشيطان لا يقف عند حد. ينقل في بعض الكتب كتبوا هذه القضية أن شخصا، إنسان مؤمن متدين يصلي، ذات مرة فكر لعله عندما يؤذن المؤذن وقت الصلاة بعد لم يدخل، أنا غير مطمئن بدخول وقت الصلاة، لا بأس أن أؤخر صلاتي 5 دقائق 10 دقائق. أخر صلاته 5 دقائق لكي يطمئن بأن وقت الصلاة قد دخل، الأذان المؤذن أذن، لا 5 دقائق نؤخر لا بأس. شيئا فشيئا صارت 5 دقائق 10 دقائق، شيئا فشيئا صارت ربع ساعة، صارت 20 دقيقة، صارت نصف ساعة، إلى أن بلغ به الأمر أن كان يؤخر صلاتي المغرب والعشاء إلى نهاية الثلث الأول من الليل، يعني 4 ساعات. أنا مو مطمئن، صاير وقت المغرب يا أخي، السماء مظلمة، ساعة مضت عن الأذان، ساعتان، ليست في حالة، ليست الحالة حالة عادية، مضطرب، منتظر 3 ساعات 4 ساعات منتظر حتى يؤذن، أذن انتهى، الناس صلوا ذهبوا تعشوا ناموا، هذا بعد منتظر لأذان المغرب. شيئا فشيئا بلغ به الأمر إلى حالة من التناقض أو التضاد، صار يقول هل أذن هل أذن هل أذن، لا مو مطمئن مو مطمئن مو مطمئن، إلى أن يطمئن بعد انتهاء الثلث الأول من الليل، يطمئن أنه صار الأذان. كان يقول أنا الآن شاك لعله صار منتصف الليل، يشك صاير وقت الأذان أم لا، ثم في نفس الوقت الذي يطمئن يقول أشك أنه صاير منتصف الليل أم لا، يمكن الصلاة صارت قضاء، هذا يعيش عذاب أم لا؟ البداية كان بين قوسين إخواني، أذكر مسألة شرعية بعيد عن حديثنا، وقت الصلاة مسألة شرعية، وقت الصلاة هو وقت رفع صوت الأذان في مساجد الشيعة، هذا وقت الصلاة في كل الصلوات، صلاة الفجر، صلاة الصبح، صلاة الظهر والعصر، صلاة المغرب والعشاء، عندما المؤذن يؤذن تتمكن فورا أن تقف وتصلي في صلاة الصبح، في صلاة الظهر والعصر، في صلاة المغرب والعشاء، لا تحتاج إلى أن تنتظر نصف دقيقة، هذا من الناحية الشرعية. البعض يؤخر صلاة الظهر والعصر دقائق لو
وجود احتياط عند بعض الفقهاء السابقين، لا بأس خمس دقائق، بين خمس دقائق لا لعله ست دقائق سبع دقائق غايته، بعد الأذان يصلي، يريد أن يصلي لا بأس، ولكن هو الوقت الصحيح عند الأذان. صلاة المغرب، أذان المغرب، المغرب الشرعي في هذه البلاد القريبة من خط الأستواء تقريبا، طبعا في أيام السنة الوضع يختلف، في الصيف والشتاء الوضع يختلف، ولكن تقريبا عشر دقائق بعد غروب الشمس، يعني بعد أذان العامة يدخل وقت الصلاة، تقريبا عشر دقائق. يريد الإنسان أن يحتاط أربع دقائق خمس دقائق له. في صلاة الفجر مع أذان الفجر، أنا رأيت بعض الأشخاص من غير أهل العلم كتبوا أنه يجب تأخير صلاة الفجر. يجب حكم شرعي، أنت لا تفتي، أنت فقيه تفتي، الفقيه من حقه أن يفتي حسب اجتهاداته استفادته من النصوص الشريفة، أنت غير فقيه لماذا تفتي؟ يجب، هذه الكلمة يعني فتوى، يقول يجب تأخير صلاة الفجر إلى حد الاطمئنان، من قال لك؟ تنقل فتوى فقيه لا بأس، من حقك أن تنقل فتوى فقيه، أما أنت تفتي يجب من دون أن تنقل عن فقيه، هذا شيء غير صحيح. أكثر الفقهاء فتواهم أنه بأذان الفجر، بمجرد أن يرفع صوت الأذان في مساجد الشيعة تتمكن أن تقف وتصلي صلاة الفجر. البعض يريد أن يؤخر كم دقيقة لكي يطمئن، الأمر له، هذا كحكم شرعي. الشيطان عندما يوسوس لك في البداية العمل سهل خطأ، تنتهي إلى صعب خطأ. هذه مشكلة. المشكلة الأخرى، الوسوسة بالقطع واليقين دائما من دون استثناء، الوسوسة توجب حرمان الشخص من بعض الفضائل. كل إنسان وسواسي بلا استثناء يحرم من بعض الفضائل بسبب وساوسه، لا أقول أكثرهم، كلهم بدرجات مختلفة. أحد المؤمنين في هذا البلد، شاب متدين مؤمن، كان في كل سنة يوم عاشوراء يطبر، يشترك في موكب التطبير في شعيرة التطبير، صار وسواسي في الطهارة والنجاسة، صار يستصعب التطبير ودم، كيف أطهر وثم كيف أتوضأ وصلاتي كيف تكون. في السنة الأولى استصعب طبر، في السنة الثانية بعد سنوات ترك التطبير. مرة شخص لا يطبر من البداية لا بأس، الأمر له. مرة شخص يقول أنا غير مقتنع بالتطبير، لا بأس، غير مقتنع، لا، هذا الشخص مقتنع ويحب أن يطبر، بسبب أنه لا يكون هذا الدم يسري بالعرق ما أدري كذا، ترك شيئا يحبه، مقتنع به ويحبه. أنا مرة كان يسأل هنا، كان جالس يسأل مني بعض المسائل، في نفسي ما قلت له، في نفسي قلت إذا كان هذا الشخص في زمن النبي صلى الله عليه وآله لعله كان يعتذر، ما كان يشترك في الغزوات، الغزوات فيها دماء، دم يخرج من اليد، من الظهر، من الباطن، من الرأس، من الرجل، في الحرب ماذا يوجد؟ جروح، جروح وجروح، لعله كان يعتذر أنه أنا إذا جرح رجلي، إذا جرح جرحت يدي، إذا جرح رأسي ماذا أصنع؟ صلاتي؟ قلت شخص من البداية لا يريد أن يطبر لا بأس، من البداية غير مقتنع لا بأس، هذا مقتنع ويحب، يحرم من الفضائل الوسواسي قطعا ويقينا، يحرم من الفضائل، من مجموعة من الفضائل، من الأعمال الصالحة بسبب الوسواس. هاي المشكلة. المشكلة الأكبر من هذه المشكلة، وهذا هذه المشكلة في كثير من الأحيان، بل أقول في أكثر الأحيان، يقع الوسواسي في الحرام، في ترك واجبات، في ارتكاب محرمات. القضية لا
لا أريد أن أقول دائمية ولكن شبه دائمية، يترك واجبات. كلما ركز الإنسان على جانب بنفس النسبة يضطر أن يهمل جوانب أخرى. كان هناك شاب من أصدقائنا موجود، الله يحفظه إن شاء الله، شاب مؤمن متدين من الموجهين الجيدين، موجه ديني جيد. ذات مرة نقل لي قضية، هو كان يقول أنا أقنعت زوجتي بأن الطعام الحرام إذا دخل في جوف الإنسان يؤثر أثرا سلبيا على روح الإنسان، على نفس الإنسان، والطعام المشتبه أيضا كذلك. اقتنعت وأقنعتها بأنه اهتمي بطعام الأولاد لا يكون يدخل في أجوافهم شيء من الحرام أو الطعام المشتبه. اقتنعت. ذات مرة ذهبت إلى بيت أهلها، اتصلت علي، قالت جاءوا بطعام كذائي فلان شيء، طعام إجمالا مشتبه، شبه ضعيفة طبعا، لا يعد هذا الطعام من الطعام المشتبه حقيقة، ولكن هو كان يجنب أهله من هذا الطعام. جاءوا بهذا الطعام وهذا الطفل الآن يريد أن يأكل، تسمح أن يأكل هذا الطفل؟ يقول قلت لها لا، امنعيه، أنا الآن أخرج من عملي أذهب أشتري بديلا له، بديل حلال، أتي له خلال نصف ساعة أجيب له. بالفعل خرجت من مكان عملي، ذهبت اشتريت هذا الشيء الآخر البديل له وذهبت إليه وأعطيته. قال لي هذه القضية وهو يتصور أنه صنع شيئا حسنا، جنب ابنه ولده من شيء مشتبه. البعض يتحمل الصراحة، صارحته، قلت له بكل صراحة أقول عملك ما كان صحيح. استغرب، قال لماذا؟ الطعام المشتبه يؤثر؟ قلت له نعم يؤثر، ولكن أولا هذه الشبهة ليست شبهة كبيرة، شبهة من الدرجة الثالثة الرابعة، لعله كذا، هذه كثير من الأشياء هكذا. وثم أنت في مقابل أن أبعدت ابنك عن هذا الطعام المشتبه من الدرجة الرابعة الخامسة، صرفت ساعة من وقتك، نصف ساعة ذهاب نصف ساعة إياب لعله أكثر. أنت إنسان موجه ديني، هذه الساعة كنت تتمكن أن تتصل بأحد من الشباب توجهه، تحل بعض المشاكل السريعة، تتمكن أن تقرأ كتابا، أنت موجه، يلزم أن ترتقي باستمرار. التوجيه الديني شيء مهم جدا، تستمع إلى محاضرة في مجال التوجيه الديني بدل أن تذهب وتشتري. هذا الطفل، الطفل حتى لو أكل طعاما حراما ليس حرام، أنا لا أقول نعطي الطعام الحرام للأطفال، الطعام الحرام يؤثر ولكن ليس محرم، لو كان حراما قطعيا فكيف أن هذا الطعام هذا الشيء مشتبه؟ والشبهة ليست شبهة قوية، أنت صرفت ساعة من وقتك في سبيل هذا الشيء، مرة الطفل عندك تعطيه شيء ثاني بديل آخر لا بأس. عليك واجبات، إذا ركز الإنسان على جانب يغفل جوانب ثانية شاء أم أبا. هذا المثال مرة ذكرته، أنف الإنسان جميل أم لا جميل؟ مكانه بالمكان المناسب، عين الإنسان جميلة جميلة، شكلها جدا جميل، مكانها جدا رائع، ولكن هذا الأنف جميل أولا إذا كان في محله، ثانيا إذا كان بحدوده، يعني إذا كان أنف الإنسان مكان يد الإنسان، كم كان شكل الإنسان قبيحا؟ أو إذا كان ألف الإنسان في مكانه ولكن كان بحجم يد الإنسان كبير، كم كان شكل الإنسان قبيحا؟ الشيء الجميل، هذا العمل حسن، نعم حسن، ولكن في مجاله حسن، بحدوده حسن، تجاوز حدوده صار في مجال ثاني يصير قبيحا. تريد أن تعرف أنك وسواسي أم أنك محتاط؟ ملاك واحد، انظر أنك تتقدم على رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أم لا. إذا كنت متقدما على رسول الله وأهل البيت أنت لست محتاطا، أنت وسواسي. شخص محتاط أكثر من رسول الله لا يكون.
النبي صلى الله عليه وآله قال الوضوء بمد والغسل بصاع. مد يعني كم؟ يعني كأس كبير من الماء، أقل من 3/4 الكيلو بالتحديد، لعله 707 غرامات أو 708 غرامات، هذا المد. طبعا هذا الوضوء بارتياح، هذا الوضوء وضوء بإسباغ، يعني تريد أن تتمضمض 3 مرات، تستنشق 3 مرات، تغسل وجهك مرتين، تغسل يدك اليمنى مرتين، هكذا يعني كأس ماء. وإلا الوضوء أقل الوضوء باستكانة صغيرة من الماء تتمكن أن تتوضأ. وضوء كامل بارتياح، الوضوء النبي صلى الله عليه وآله يقول كما يروى عنه الوضوء بمد كأس كبير، والغسل بصاع، صاع 4 أضعاف المد، قريب 3 كيلوات، أقل من 3 كيلوات بالتحديد، 100 كيلوين و830 غرام تقريبا، هذا الصاع. لا قليل، قليل يعني ماذا؟ يعني وسواسي. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الغسل بصاع، هذا أيضا أقول غسل بارتياح، وإلا الغسل يمكن أن يغتسل الإنسان بمد، بل أقل من مد يتمكن أن يغتسل. وبالفعل بعض المؤمنين لكي يعلم الآخرين كان يغتسل بشيء قليل جدا، أحد العلماء كان يغتسل بقوري من الماء، قوري صغير، حتى يعلم التلاميذ. غسل بقوري ممكن، يعني بمد تقريبا. تريد أن تغتسل غسل بارتياح، النبي صلى الله عليه وآله يقول صاع. لا هذا قليل، هذا قليل يعني وسوسة، لا تسميه احتياطا، هذه وسوسة. ختاما أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة نختم بها حديثنا، أحاديث جدا جميلة رائعة تكشف أمورا مهمة. في حديث شريف الأسانيد أيضا أسانيد تشرح القلب، علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبي بصير، كلهم فقهاء من الدرجة الأولى، ثقات من الدرجة الأولى. قلنا له للإمام أبي جعفر الباقر ظاهرا صلوات الله وسلامه عليه، الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى إلى أن يقول، شاهدي في مقطع من الحديث الشريف، قال عليه الصلاة والسلام لا تعود الخبيث من أنفسكم، الخبيث يعني الشيطان، لا تعود الشيطان من نفسك، إذا دخل ما يطلع. بعض الناس لزقة، إذا دخل ما يطلع، الشيطان هكذا إذا دخل ما يطلع. لا تعود الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، يطمع، فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عود، يتعود، إذا عودته يتعود، مرة أعطيته مرة ثانية يأتي، مرة ثالثة يأتي، 1000 مرة يأتي ويريد المزيد. فليمض أحدكم في الوهم، حتى لو كان وهم امضي مشي صلاتك، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك، مرات طوف الشك ينتهي، هذا الذي يكثر الشك، كم مرة طوف الشك ينتهي. قال زرارة ثم قال عليه الصلاة والسلام الإمام أبو جعفر صلوات الله عليه ظاهرا، إنما العبارة جدا مهمة، هذه عبارة معرفية جدا مهمة بالنسبة للشيطان، إنما يريد الخبيث يعني الشيطان أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم، قانون كلي، الشيطان يحب أن يطاع، أنت إذا ضربته وصفعته صفعة يبتعد قليلا، اصفعه صفعة ثانية يبتعد قليلا، اصفعه شيئا فشيئا خلص ينتهي، يقف عن بعيد، فقط يشير هكذا، لا يتمكن أن يصنع شيئا. حديث شريف آخر عن محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما قال يأخذ، عبارة جدا لطيفة، قانون عقلائي
طبقه الإمام عليه الصلاة والسلام على قضية شرعية. يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك. أنت تأخذ راحة، الراحة يعني كف من اليد، في راحتك يعني في راحة اليد، تأخذ مقدار من الدهن تملأ به جسدك، توصل الدهن إلى كل جسمك، صحيح أم لا؟ هذا المقدار من الدهن يكفي لإيصاله لكل الجسم؟ نعم يكفي. الإمام يقول الماء أوسع من ذلك، الماء أسرع يصل. قانون واضح، يعني تتمكن أن تغتسل بكف من الماء. يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك، الماء أسهل، الماء أسهل يصل، خلص مجرد بلل يكفي. حديث شريف آخر عن الإمام أبي جعفر أيضا صلوات الله وسلامه عليهما قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه. الله يريد يشوف تطيعه أم تعصيه. وإن المؤمن، عبارة تحتاج إلى شرح طبعا، وإن المؤمن يعني روحه نفسه لا ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن. الروح، روح المؤمن روح نظيفة، صارت له جنابة، صار له حدث أصغر، نام، دخل الحمام، قضى حاجته، هذا حدث أصغر، شيء قليل من الماء يكفي، خلاص القضية سهلة. وإن المؤمن لا ينجسه شيء، نفسه، الجنابة ما هي، الحدث الأصغر ما هو، الحدث الأصغر، الحدث الأكبر ما هو، هذه آثار تكون على نفس الإنسان، هذه الآثار تذهب، تذهب كيف، شيء قليل من الماء تذهب. إن المؤمن لا ينجسه شيء، إنما يكفيه مثل الدهن، دهن يعني تدهين ليس دهن، يعني مثل التدهين، توضأ مثل التدهين، قليل من الرطوبة كافية. عندما أقول لكم يكفي استكانة ماء، تكفي استكانة ماء، صحيح تكفي استكانة ماء. حديث شريف آخر، الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: يجزئك من الغسل، لعله أو الغسل، لا الغسل، لعله الغسل، بعد هذا يكون مستغربا جدا إذا قرأنا الكلمة غسل، يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملأت يمينك. خلاص إذا قرأت الغسل بعد عجيب، اقرأه غسل، تريد أن تغسل يكفيك، تريد أن تستنجي هذا المقدار من الماء يكفيك، يذهب إلى الحمام نصف ساعة، ما الذي تصنع والماء مفتوح على أقوى درجة؟ حديث صحيح السند في الكافي الشريف بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: يجزئك، أنا أقول غسل لا تقرأه غسل، يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملأت يمينك. خلاص. حديث شريف آخر في الوضوء عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك. خلاص الماء وصل للجلد، خلاص 20 مرة هكذا يصنع، لماذا؟ هذا ماء، هذا ليس خبزان، هذا ليس طابوق، الماء فورا يصل بمسحة واحدة، الماء يصل إلى كل هذا المقدار. خذ ماء، بلل يدك، لا أقول صب الماء، بلل يدك هكذا اصنع، خلاص هذا وصل الماء إلى كل هذه المنطقة، هكذا اصنع، وصل الماء إلى كل هذه المنطقة، الماء هكذا يجري فورا. الحديث الشريف الأخير عن حريز عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء. يوجد هناك ملك خاص شغله يكتب من هو الذي أسرف في الوضوء، هذا أسرف، هذا أسرف، يكتب. الوضوء مثال، الغسل مثال، الصلاة مثال، الاحتياط شيء حسن، نعم حسن، ولكن واقع الاحتياط لا شكل الاحتياط، الوسوسة شكلها شكل الاحتياط، واقعها ليس احتياطا أصلا،
والميزان، انظر نفسك متقدم على أهل البيت أم متأخر عنهم أم معهم تمشي. المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق، إلزمهم. في الأمور الدينية أنت مقلد، قلد. في الأمور الدينية الفقيه فقيه، الفقيه أيضا لا يتبع رأيه، يتبع ما استفاده من النصوص الشريفة. الدين محمد وآل محمد صلوات الله عليه. الذي يلزم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يلزمونه، هذا الصحيح. الاحتياط حسن، نعم. يوجد استثناء، نعم. شكل الاحتياط واقع غير احتياط، اسمه الوسوسة. الوسوسة في كثير من الأمور موجودة، ولكن كلامنا عن الوسوسة في الدين. هذا الذي أفتى جمهر من الفقهاء بأنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، بعض الفقهاء صرح بذلك واستدل بالنصوص الشريفة، ما صرح من نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.